الادعاء العام، الزملاء والزميلات، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في بداية حديثي أن أتوجه لمعاليكم بالشكر العميق على حضوركم القاهرة وتحملكم مشاق السفر رغم عظم وثقل مسؤولياتكم، وأرحب بكم جميعا في بلدكم مصر التي شرفت بحضور هذه الكوكبة المرموقة من سدنة القانون إلى أراضيها مصر. إن تجمعنا اليوم في إطار عمل جمعيتكم، جمعية النواب العموم العرب، لهو حدث عظيم سيتذكره التاريخ لما يعكسه من عظم افتخارنا بعروبتنا واعتزازنا بها. ولا أخفي على حضراتكم مدى ما أشعر به وأعضاء النيابة العامة المصرية من دفء تجمع الأشقاء الذي طالما تميزت به الأسرة العربية. أيها السادة الأفاضل، إن تجمعنا اليوم في إطار أنشطة جمعيتكم، جمعية النواب العموم العرب، يكتسب أهمية خاصة باعتباره تتويجا لأعمال اجتماعنا السابق في 25 إبريل 2019، وتأكيدا على إيماننا جميعا بضرورة تضافر الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين هيئات الادعاء العام في دولنا لدرء الأخطار المتصاعدة للجريمة. بشكل عام، والجريمة المنظمة العابرة للحدود بشكل خاص، وجرائم الإرهاب والتي باتت تواجه منطقتنا العربية، فضلا عن أنه داعم بكل ثقة وقوة لتصميمنا جميعا على الوصول بتعاوننا في مجال مكافحة الجريمة بكل صورها إلى مستويات يتحقق بها الأمن والسلام لمواطنينا. وأود في هذا الصدد أن أؤكد على اقتناعنا الراسخ بأن تعزيز التعاون القضائي الدولي في مواجهة الأشكال المستحدثة للجرائم الجنائية هو الحل الأمثل لمواجهة الصعوبات والأخطار التي تواجه منطقتنا العربية، لا سيما وأن ملاحقة الجريمة عبر حدودنا الوطنية باتت أمرا ضروريا وحتميا. وعلى ذلك فإنني أدعو سيادتكم إلى تبني الأولويات المشتركة بين هيئات الإدعاء العام في دولنا والتي تشغل اهتمامنا جميعا لتكون محورا لأنشطة الجمعية وخطة عملية في الفترة المقبلة. وأدعو حضراتكم بهذه المناسبة لدراسة الإعداد لمؤتمر عام تحت مظلة جمعيتنا يتناول بالبحث والتحليل والمراجعة القانونية إحدى التحديات الراهنة والصعوبات القائمة، لينتهي بالتوصيات التي تكفل التصدي وبحذر للجريمة المنظمة وأعمال الإرهاب. الحضور الكرام، إن ظاهرة الجريمة المنظمة وجرائم الإرهاب التي يعاني منها العديد من بلداننا الآن، بالإضافة إلى أنها تؤثر في استقرار وسلامة الشعوب، فإنها تقف عائقا في سبيل التقدم والازدهار، ولا سبيل إلى مواجهتها مواجهة فاعلة إلا من خلال تبني الآليات المستحدثة القائمة على احترام سيادة دولنا، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار والتلاقي بيننا وتقريب وجهات النظر القانونية بيننا، واضعين في الاعتبار ما قد يوجد من اختلاف بين نظمنا القانونية، وذلك كله في إطار من احترام سيادة الدول الأعضاء في الجمعية. أيها السادة، إن الوتيرة المتسارعة للتطور في أساليب تنفيذ الجماعات الإجرامية لأنشطتها وامتداد تلك الأنشطة عبر الحدود يستلزم بل ويحتم العمل وتضافر الجهود والتعاون لتحقيق مواجهة فاعلة لهذه الأنشطة الإجرامية التي من أبرزها جرائم الإرهاب التي عانت منها بلادنا جميعا، فضلا عن جرائم الإتجار بالبشر وغسل الأموال والفساد وغيرها. ولعل من أهم سبل مواجهة تلك الجرائم هو تجفيف منابع الدعم اللوجستي والمالي للإرهابيين والكيانات الإرهابية
باعتبار أن تلك الأموال تستخدم ليس فقط في شراء الأسلحة والمواد المتفجرة وغيرها، ولكن تستخدم أيضا في تطوير وسائل اتصالهم تكنولوجيا، ليكونوا بمنأى عن التتبع والضبط، مستغلين في ذلك التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم حاليا. ولا شك أن تلك الأنشطة كما تعلمون حضراتكم تشكل عائقا في سبيل التنمية المستدامة لبلادنا، وخطرا على أمن وسلامة مواطنينا. وإذا كانت تلك الأنشطة وفق ما نعلمه جميعا هي أنشطة متعدية للحدود مدعومة بوسائل تكنولوجية متقدمة، فإنه يصبح من غير اليسير على دولة بمفردها مواجهتها وضحضها، الأمر الذي وعلى ما سبق الإشارة إليه يحتم التعاون بين أجهزتنا لتيسير تبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال، وتبادل تحليل البيانات المالية المقدمة من وحدات الاستخبارات المالية لتتبع ورصد الأموال المستخدمة في تمويل تلك الأنشطة الإجرامية لمواجهة آثارها على اقتصادنا وأمن وسلامة مواطنينا، وهو الدور الذي تدعمه جمعية النواب العموم العرب، ومن أجله جاء التوافق على إنشائها لتكون منتدى قانوني يهدف إلى دعم التعاون بين النيابات العامة في دولنا وزيادة قدرات أعضائها في مواجهة أنشطة الجريمة المنظمة. أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم، إنه لمن دواعي سروري أن يتم اليوم في ثاني اجتماع لنا مناقشة سبل وآليات تفعيل جمعيتنا، جمعية النواب العموم العرب، وخطة عملها خلال الفترة المقبلة، وأدعو حضراتكم إلى عرض ومناقشة الخطة المستقبلة للجمعية، والتي سنقوم بصياغتها بحيث تشكل انعكاسا لأولويات هيئات الادعاء العام بدولنا، وتلبية لاحتياجاتنا المتزايدة في النهوض بمنع الجريمة، وتعزيز سبل التعاون بيننا في إطار من احترام سيادة دولنا ونظمنا القانونية، وتأكيدا على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين بلداننا، والتي تعكس رغبتنا في تحقيق العدالة وإفساء نظم القانون. إنني أرجو أن يكون لفعاليات اجتماع جمعية النواب العموم العرب وأنشطتها أثرا ملموسا في المستقبل القريب في تيسير سبل تبادل الخبرات بيننا، وتقريب أنظمتنا القانونية، ورفع كفاءة أعضاء النيابة العامة بدولنا. وأدعو حضراتكم جميعا لدعم أنشطة الجمعية دعما تقنيا وفنيا، وأني على ثقة بأننا سوف نبدأ مرحلة جديدة ومتقدمة من التعاون وتعزيز العلاقات وتوثيق الصلات وتبادل الخبرات بيننا في مجال المواجهة القانونية للظواهر الإجرامية، مواجهة قائمة على التعاون المثمر في إطار من السعي الدائم لحماية حقوق الإنسان واحترام المواثيق الدولية ذات الصلة واحترام السيادة لكل دولنا. وفي النهاية أتمنى لحضراتكم إقامة سعيدة ببلدكم مصر، وعودا حميدا سالما لبلدانكم الشقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن أدعو سعادة معالي النائب العام للمملكة العربية السعودية سعادة الشيخ سعود بن ماجد لإلقاء كلمة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب المعالي النائب العام لجمهورية مصر العربية الشقيقة السيد نبيل الصادق، أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم ورؤساء هيئات الادعاء العام في الدول العربية الشقيقة، أيها الزملاء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في بداية هذه المناسبة الجميلة في هذا المحفل الرائع أن أتقدم
بوافر الشكر والعرفان لكل من أسهم في تقرير وإنشاء جمعية النواب العموم العرب بحلتها الجميلة، متوجاً ذلك التقارب والتآخي بين دولنا العربية، ومفسحاً الطريق لعقد اجتماعات والاجتماعات التشاورية في المجالات القانونية والنظامية، وتبادل الخبرات في المجالات العدلية والقضائية. أيها الحضور الكريم، إن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وشقيقاتها من الدول العربية هي علاقات متينة ومميزة على كافة الأصعدة، ضارباً أطنابها عمق التاريخ ومبرزاً المكانة التي تتمتع بها دولنا العربية في المحافل الدولية والإقليمية. وقد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله على تعزيز وتطوير هذه العلاقات ومد جسور التواصل المستمر والبناء القائم على تعظيم المنافع المشتركة بين دولنا العربية. أيها الزملاء، إن التعاهد والتعاون بين الدول لهو حائط الصد الصلب لكثير من الأخطار في المنطقة، سواء في مواجهة الإرهاب أو زعزعة الأمن أو نشر الفوضى. لا ريب أن هذا التعاهد والتعاون هو في المجالات العدلية والقضائية، ومن هنا كان ترحيب النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بإنشاء هذه الجمعية، بل شددت أنها من المؤسسين والداعمين لها، إيمانا منها بقيمتها الضافية ودورها المحوري في تعزيز التعاون بين الأجهزة النظيرة في وطننا العربي، والاستفادة المتبادلة بين هذه الأجهزة سواء في مجال مكافحة الجرائم أو في تشجيع الحوار القانوني أو التفاهمات فيما بين هذه الأجهزة المنصب في خدمة العدالة الناجزة أو التدريب أو تبادل الخبرات. أيها الزملاء، إن العالم من حولنا لا يؤمن إلا بالعمل المشترك والتكتل القائم على المصالح، بينما نحن في بلادنا العربية نقوم على التواصل والتعاضد الفاعل والجاد في تعظيم الاستفادة المتبادلة، كوننا شعوب واحدة لها نفس الأهداف والمصير. أيها الحضور الكريم، إن تعزيز العدالة وحماية المجتمع وحماية الحقوق والحريات ونصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم وفقاً للنصوص الشرعية والقانونية والتعاون بين الجهات القضائية في دولنا هو هدف سام يتطلع إليه كل مواطن في بلادنا العربية. وفي الأخير أجدد شكري لزميلي معالي النائب العام في جمهورية مصر العربية على حفاوات الاستقبال وطيب اللقاء، ومثمنا لمعاليه هذه الدعوة الكريمة والمبادرة لي ولوفد النيابة العامة، سائل المولى عز وجل التوفيق والسداد لهذه الجمعية، وأن يحفظ بلادنا العربية ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع كلمة معالي النائب العام لدولة البحرين فليتفضل سيادته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة الأجلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أعرض عن سعادتي الغامرة بالالتقاء اليوم في البلد العزيز جمهورية مصر العربية الشقيقة في معية واستضافة كريمة من معالي المستشار نبيل صادق النائب العام، الذي أتوجه إليه بأسماء آيات الشكر والامتنان لمن ألقاه دائما من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. كما أرحب أصحاب السعادة النواب العموم وأشكر لهم إدراكهم أهمية جمعية النواب العموم العرب وإيمانهم بدورهم المؤثر في دعم النيابات وتطويرها والارتقاء بكفاءاتها، خاصة وقد ثقلت أعباؤها وعظمت مسؤولياتها، مما يستلزم أكبر قدر من التعاون والتنسيق فيما بيننا لمواجهة أي تحديات أو صعوبات، ولأجل توفير قاعدة ثقافية وعلمية تفيد أعضاء النيابات العامة وترفع من قدراتهم في العمل. في الاجتماع السابق أصحاب السعادة تمت المصادقة على المبادئ الحاكمة للجمعية كنظام تأسيسي لها وما تضمنته من تنظيم هيكلها وكيفية عملها، واليوم نجتمع لوضع آليات لتفعيل الجمعية لتشرع في القيام بمهامها وتحقيق أهدافها في ضوء ما تضمنه النظام التأسيسي. أصحاب السعادة، إن في الإسراع في العمل الموضوعي وفي الانتقال لمرحلة تحقيق أهداف الجمعية ما يعكس جديتنا فيما نرمي إليه من وراء إنشاء الجمعية، وتؤكد إيماننا التام بوحدة الهدف ورغبتنا الصادقة بأن تكون أجهزة النيابة العامة والإدعاء العام في هذه المنطقة من العالم قادرة على مواجهة التحديات والصعوبات وعلى إنفاذ التزامات بلادنا الدولية، وخاصة في هذه الآونة ومع تفاقم الجريمة وتنوع أشكالها ووسائلها. وفي هذا علينا أن نرصد من الآن احتياجات أجهزتنا والمشكلات التي نصادفها والمسائل العاجلة أو ذات الاهتمام التي تحتاج منا مبادرات لتلبيتها ومعالجتها، وأن نضع برامج العمل بما يفعل وبما يفعل أهداف الجمعية بشأن تلك القضايا في نطاق تبادل الخبرات والتثقيف وتنمية القدرات. فما زلنا نرى من حولنا اتجاها عالميا في المجال القضائي يرمي إلى توحيد الجهود واتساق القرارات ومساع مكثفة تهدف إلى احتواء المشروع الإجرامي سريع التطور، فليس أمامنا إزاء هذا التوجه إلا أن نواكبه وأن تثبت أجهزتنا مقدرتها على القيام بمهامها على أكمل وجه وتجاوزها كل المعوقات. ولذلك فإن الأهمية بمكان أن نؤسس نظريا وعمليا لتطبيق أمثل لأوجه التعاون القضائي بالإجراءات المرسومة بالتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية، ونؤسس لتطبيق نموذج مخلص يعكس وحدة الهدف لدينا وعلى تحقيق العدالة في أبلغ صورها والحرص على مصالح بلادنا. أصحاب السعادة، إننا نعتبر وجود جمعية النواب العموم العرب بهذا التكوين وتلك الأقراض والأهداف هو امتداد طبيعي لجهود من سبقونا التي نستمسك بها ونبني عليها، ولكنها إضافة ضرورية يفرضها الواقع لإيجاد أفق أكثر اتساعا وتقريبا للرؤى وللتواصل الكامل وللتنسيق الفعال. في الختام أتوجه بالشكر لسعادتكم وللزملاء الذين ساهموا في وضع عمل هذه الجمعية وأخذوا على عاتقهم الإعداد لهذا الاجتماع، وأخص بالذكر سعادة المستشار الجليل نبيل صادق النائب العام وأعضاء مكتبه الموقرين الذين أحسنوا الإعداد والوفادة والاستقبال ويسروا لنا عقد هذا الاجتماع في معية التعاون والتأخير. أسأل الله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع كلمة صاحب المعالي نائب عام دولة الأردن فليتفضل سيادة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبي الكريم. معالي المستشار الأخ نبيل صادق، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، الزملاء الأكارم، أنا لست معدا لكلمة في حقيقة الأمر لإلقائها بينكم، ولا أستطيع زيادة شيء على ما تفضلتم به، إلا أنني ما أريد الحديث به أن أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الأخ المستشار نبيل على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي ليس بغريبا عن مصر العروبة. بحقيقة الأمر أتقدم بشكري الجزيل على الجهد الذي بذلتموه في الإعداد ولم شمل النواب العموم العرب في هذه الجمعية، راجيا
للجميع التوفيق، وتقديرا من المجلس القضائي الأردني الذي تمثل النيابة العامة الأردنية جزءا لا يتجزأ منه، أن أتقدم بتقديم درع المجلس القضائي لمعالي المستشار الأخ نبيل على ما قدمه من جهد، وشكرا وأتمنى لكم التوفيق. والآن مع كلمة معالي النائب العام لدولة فلسطين فليتفضل سيادته. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي النواب العامون العرب، السادة ممثلي الادعاء العام، معالي النائب العام لجمهورية مصر العربية المستشار نبيل صادق، السادة الحضور كل باسمه ولقبه، تحية الحق والعدل، نجتمع اليوم على أرض مصر الكنانة في بيت الكل العربي والمنارة القضائية التي تسترشد بها العديد من النظم القضائية، لنؤكد على ما توافقنا عليه خلال الاجتماع الماضي عند صياغة عقد تأسيس جمعية النواب العموم العرب. إن انضمام النيابة العامة الفلسطينية لجمعيتكم الكريمة كعضو مؤسس يعد علامة فارقة في تطور العمل القانوني والقضائي الفلسطيني العربي المشترك في ظل الظروف الخاصة والاستثنائية التي تعصف بقضيتنا، حيث أن تعزيز وتفعيل علاقتنا بمحيطنا العربي سيسهم في تذليل العقبات التي نواجهها في ملاحقة الجريمة العابرة للحدود كجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تحتاج منا جميعا إلى الوقوف جنبا إلى جنب في القضاء على هذه الجرائم التي تهدد الأمن القومي لبلادنا. إننا في النيابة العامة في فلسطين لن نألو جهدا في دعم وتطوير وتبادل الخبرات مع نيابات الدول الأعضاء في الجمعية وتحقيق الغاية التي نجتمع اليوم لأجلها، كما نؤكد أننا في النيابة العامة لدولة فلسطين وفي ظل الظروف والتطورات الجوهرية التي تعصف بأركان ومبادئ السلم والأمن الدوليين من فرض سياسات الأمر الواقع والحلول التي لا ترقى لتطلعاتنا، نسعى من خلال انضمامنا لجمعية النواب العموم العرب لتعزيز حضورنا الإقليمي والعربي الحاضن للقضية الفلسطينية منذ عقود. السيدات والسادة الحضور الكريم، في الختام أتوجه بالشكر لمعالي المستشار نبيل صادق النائب العام لجمهورية مصر العربية على حسن وكرم الضيافة، متمنيا من الله العلي القدير أن يحمي بلادنا ويوفقنا للوقوف إلى جانب الحق والعدل، وشكرا لكم. وفي ختام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الأول لجمعية النواب العموم العرب، نتوجه بخالص الشكر والتقدير للسادة أصحاب المعالي النواب العموم للدول العربية وممثلي المنظمات الدولية والوفود الحاضرة، وندعو السادة الإعلاميين الحضور لإنهاء البث الإعلامي لبدء فعاليات جلسات الاجتماع والمناقشات الخاصة بي.